انفينكس نوت 7 لايت. الموبايل ده فيه 30 عيب او 30 حاجة سلبية، 30 حاجة مش عاجباني في الموبايل دوت، 30 حاجة لاحظتها مش كويسة يعني بالنسبة لنا، يعني هقول لك عليهم النهاردة في الفيديو دوت. طبعا فيهم عيوب مهمة بالنسبة ليك، وفي عيوب ممكن ما تبقاش مهمة على حسب، هي أذواق وبتختلف من شخص للتاني. في عيوب ممكن ما تهمكش تافهة، مثلا زي لمبة إشعارات مثلا فيما ذلك، وفي عيوب مهمة ضروري لازم تعرفها في السوفت وير طريقة استخدامك اليوم، هتضايقك في استخدام اليوم بتاعك، الاستخدام العادي بتاع كل واحد فينا، مش شرط ألعاب أو الكلام ده. فبدون رغي كتير يلا بينا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. السلام عليكم، معاكم علاء رمضان وانت بتتفرج على قناة المصري على اليوتيوب. يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، ويلا بينا النهاردة نتعرف على 30 عيب حقيقي في الانفينكس نوت 7 لايت. يلا اعمل سبسكرايب ودوس زوار الجرس عشان ما يفتكش جديد. جاهزين؟ يلا بينا. مبدئيا كده قبل ما ابدا حابب اعرفك ان في 7 عيوب كده مش مهمين قوي، فانا ما حسبتهمش من ضمن ال 30 عيب، يعني تقدر تقول ما لهمش لازمه، فاهم قصدي؟ لكن العيوب اللي هقولها ال 30 دول معظمهم مهم جدا جدا، وفي كام عيب بس كده فيهم يعني تقدر تقول اقل شويه في الاهميه. وكعاده كل فيديو هقولك العيوب، وفي اخر الفيديو هقولك رايي النهائي للموبايل دوت، وفي مفاجاه حلوه هعملها لكم. وطبعا ضروري جدا 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 زي ما قلت لك تروح تشوف فيديو المميزات، لان فيديو العيوب من غير فيديو المميزات مش كفايه ومش هتقدر تحدد قرارك في الجهاز، ولكن انا بفيدك في فيديو العيوب ان انا بقول لك رايي في الاخر. طب يا سيدي عارف ان طولت جدا، نبدا باول عيب. عيب في المشكله في السوفت وير، وهي مفيش مدير ملفات في الموبايل دوت، بمعنى اصح او بمعنى اوضح اول ما هتجيب موبايل هتدور في مدير ملفات مش هتلاقي مدير ملفات اللي هو في الكارت ميموري والمساحه الداخليه وكده، ما علينا. يعني هتلاقي عندك حاجه اسمها جو فايلز، هنا انفينكس اتخلت عن مدير الملفات بتاعه وحطت الجو فايلز دوت، ده يعتبر يعني مدير ملفات بتاع جوجل باين من اسمه. طيب ايه اسهل حل للمشكله دي؟ على بص، هو المفروض ان ده فيديو عيوب ما اقولكش فيه حلول او مميزات، بس عموما حلها انك تنزل مدير ملفات تاني من متجر بلاي عادي جدا، واحسن مدير ملفات مليان مميزات في سوق بلاي وفي وضع ليلي والكلام دوت والشغل دوت وكل حاجه ومميزات جامده، هو مدير ملفات شاومي، تقدر تحمله ممتاز جدا. بس في شويه اعلانات كده هقول لك ازاي تلغيهم بطريقه كده لفه شويه، هبقى اشرحها لكم في بوست مخصص على الفيسبوك او في اول تعليق تحت. العيب اللي بعد كده البصمه اللي في الجنب، زي ما انت عارف في عيب كده ظهر مع بعض الناس، لكن انا شخصيا ما لاحظتش الكلام دوت، ولا اعرف حد من الناس اللي هي اشترت الموبايل وشرحته لها اشتكى منه. بس في عيب لاحظته في جروب انفينكس على الفيسبوك في اجماع عليه، وهو مش هتخش في تفاصيل كتير، البصمه اللي في الجنب بتهيس، مش بتهيس انها بتعلق، لا البصمه الحلوه بتلمس الصباع بتفتح، ولكن في حاجه اوقات البصمه كده بتهيس بتعلق بتفتح باي صباع، اي صباع حرفيا، صباعك انت، اي صباع في ايدك انت او اي صباع في ايد حد تاني، اي صباع حرفيا بتفتح بيه. الموضوع ده بيتحل اول ما بتراستر الجهاز، الناس بتقول كده، اول ما بتعمل راستر للجهاز البصمه بترجع تفتح بصباعك انت بس عادي، يوم بكتير يومين وبتلاقيها رجعت زي ما كانت. الموضوع ده تهييس من سوفت وير، تحديث صغير من انفينكس ممكن يحل المشكله دي، لان المشكله دي عامه وفي كذا واحد شفته اشتكى منها زي ما انت شايف. انا عارف ومتاكد 100% ان العيوب اللي بقولها لك دي نادر جدا 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 لما تلاقي حد قالها لك، مش بشكر في نفسي والله، بس انا حرفيا بهتم براي المستخدمين، راي المستخدمين رقم واحد بالنسبه لي، لان هم اللي الجهاز بيستمر معاهم، على عكس ما انا اجرب الجهاز شويه واقول لك رايي وخلاص على كده. ممكن النسخه مثلا اللي اجربها انا تكون حلوه والباقي النسخ فيها مشاكل، فاهم قصدي؟ كفايه بقى وندخل في عيب التصميم. تصميم الموبايل بلاستيك لامع لامع جدا، الموبايل لو ما خدتش بالك منه بتحطه مع مفاتيح مع عمله معدنيه كلام من ده هيبصم منك وهيتخربش، هو اصلا بيبصم من الهواء، انت لو نفخت في الظهر كده هتلاحظ التبصيم والغبار باين، لكن الظهر كويس وبتحمل وقعات، بس زي ما قلت لك بيتخربش بسهوله. في موبايلات في الفاست عادي تصميم افخم، لو بتدور على الفخامه وكده في زي الشاومي نوت 8 مثلا بعدينك تصميم ازاز، والاونر 9 اكس لايت نفس الكلام. العيب اللي بعد كده الشاشه، بص ما اقدرش احكم عليها بشكل جامد لان اللي شايفه ان الشاشه كويسه الوانها عجباني جدا واحسن تشبع الوان في سعرها، ولكن الشاشه نوعها من نوع TFT، النوع دوت قديم شويه ورديء لذلك ما بنشوفوش في اي موبايلات الايام دي. طب ده هيوصلنا لايه؟ ان يعني الله اعلم، برضه الله اعلم ان الشاشه دي عمرها الافتراضي بيكون قصير، ممكن بعد فتره تبوظ منك بسهوله او تبتدي تظهر فيها مشاكل، فالله اعلم برضه زي ما قلت لك. بس انا بحب اعرفك النقط اللي ممكن تاخد بالك منها لو انت بتهتم برقم واحد عندك الشاشه، لان عينك بتبص عليها طول الوقت وبتستخدمها معظم الوقت. كمان الشاشه هنا حجمها كبير، 6.6 بوصه، كبيره جدا صعب استخدامها بيد واحده، وكمان نوعها HD+، وكثافه البكسلات بقى على الشاشه الكبيره دي والدقه القليله دي كثافه بكسلات 266 بكسل. سطوع الشاشه متوسط تحت الشمس، مش احسن حاجه في الفئه السعريه دي، يعني تقدر تقول يعني اعلى من ريلمي سي 3 حاجه بسيطه،
لكن مش واصل ليفل او سطوع العالي جدا بتاع الشاومي نوت 8 والهونر 9 اكس لايت، اعلى فرق واضح في السطوع تحت الشمس من الموبايل ده. ولكن الشاشه هنا مش لو بتاك يعني لو بتدقق في تفاصيله الكلام دوت مش هتعجبك اهو التفاصيل بتاعتها، عشان كثافه البكسلات 266 بكسل لكل بوصه. العيب بعد كده المساحه الداخليه بتاع الموبايل دوت ال 128 جيجا بايت، نوعها قديم شويه من نوع EMMC 5.1. اكيد مش هحط لك الذاكره السريعه اللي محطوطه في موبايلات ب 4000 و5000، بس في الفئه السريعه ديت في موبايلات بذاكرات داخليه بنوع اسرع شويه من نوع UFS 2.1، اسرع من EMMC 5.1 اللي هنا. يعني الكلام ده وصلنا ليه؟ الموبايل في نقل الملفات هتعاني شويه، بس مش هتعاني قوي لو زهقك، بطيء شويه في نقل الملفات. كمان الموبايل في الفتح والقفل بيطول شويتين عن الموبايلات التانية، لو قارنته مثلا بحاجه زي ريلمي سي 3 هتلاقي الموبايل ده بطيء جدا في الفتح والقفل لما يكون قافله خالص والكلام ده، بس مش اكتر يعني. لكن كتناول بطيء والكلام ده مش هتلاحظ الكلام ده خالص. يعني بعد كده بص، انا قلت في فيديو المميزات ان الموبايل اداؤه مستقر جدا بفضل 4 جيجا رام والسوفت وير الجديد بتاع انفينكس. تقدر تشوفه بعده في فيديو العيوب، ولكن هنا هوضح حاجه بقى في الاداء. المعالج هنا بي 22، المعالج ده ضعيف جدا وبقاله سنتين نازل، مش مكانه خالص في 2020. في احسن منه في الالعاب بنفس الفئه السعريه زي ريلمي سي 3 حوت الالعاب حرفيا، او الشاومي ريدمي 9 اللي نازل قريب. ليه بقى؟ وده هياخدنا للعيب اللي بعد كده. لا مثلا لعبه زي ببجي اللي انت بتلعبوها كلكم وبتحبوها بتسالوني عليها دايما لما جيت اعمل الفيديو ده. ببجي انا بشتغل على اعدادات ميديم بالانس، يعني اعدادات متوسطه بمعنى اصح. في موبايلات في الفئه السعريه ديت زي ما قلت لك ريلمي سي 3 بيشغل على هاي اتش دي اعلى جرافيكس، فيعني ايه يا انفليكس، معالج ده ميت حرفيا. وكده كده اصلا لاحظت في تقطيع خفيف وتصيد في الفريمات، بس خفيف قوي يعني مش هتلاحظه الا لو انت بتدقق على الاعدادات المتوسطه، عشان لو انت بتلاحظ هتضطر تلعب على اقل حاجه خالص اقل اعدادات له عشان ما تحسش بتقطيع الفريمات دوت، تصيد فريمات وانت بتلعب. لعبه زي كول اوف ديوتي بتشتغل برضه على لو على الموبايل ده، ما فيش اوبشن اعلى من لو اصلا، يعني هنا على لو بتشتغل مستريح قوي. العيب بعد كده بس انا مش هحاسبه من ضمن العيوب دي بقى، يعني الموبايل بيسخن ماشي، عشان بس نبقى على نور كده، الاسئله اللي بتجيني المعلم بيسخن ولا الموبايل بيسخن ولا الكلام ده. الموبايل بيسخن بس سخونه خفيفه، بس اللي لاحظته السخونه في الموبايل دوت في الشاشه في الجزء العلوي ناحيه سماعه المكالمات، السخونه دي اعلى شويه من المنافسين، مش عارف حاجه غريبه الموبايل بيسخن من فوق الشاشه. معظم كذا واحد برضه اشتكى لي الموضوع دوت، بس مش مأثر على الاداء فاهم، يعني مش مأثر على الاداء خالص، لو انك اوريدي انت مش جايبه عشان الالعاب، لان هو مش موجه بشكل عام للالعاب زي ما قلت لك، في احسن منه في نفس السعر، فبالتالي هتلعب على اقل حاجه لو حبيت تلعب عليه، فيعني مش هتقرص على الموبايل قوي، فبالتالي مش هتحس بالسخونه الواو، بس هي اعلى شويه من المنافسين عشان تبقى فاهم. تعالى بقى للكاميرات، ونبتديها بالكاميرا الاماميه. الكاميرا الاماميه بص عشان اكون صريح معاك 8 ميجا بكسل، بعيدا عن الارقام ان في الفئه السعريه ديت فيهم موبايلات ب 16 ميجا بكسل سيلفي ودي 8، بس بص مش قصتنا مش موضوعنا، احنا في التجربه الفعليه الموبايل في الاضاءه الضعيفه مش حلو، مش تبقى فاهم الاضاءه الضعيفه في الموبايل هنا تصوير مش حلو في السيلفي، السيلفي بالذات تحديدا مفيش نايت مود في السيلفي. غير كده الفلاش الامامي الوحيد اللي بينقذك في الاضاءه الضعيفه، بس في حاجه وضع الاي اي بتاع الذكاء الاصطناعي في السيلفي بيلعب في الالوان بغباء، عارف انت يعني لون البشره بتاع الايفون، هنا انفينكس حابب تقلد الايفون لكن الموضوع فلت منها. ازاي؟ وشك في التصوير وكده البشره بتحس انها مايله للون البامبي شويه، عارف انت شفاف البامبا شويه دي لما تحس ان واحد شفايفه عامله زي البنات كده، وزي ما يكون مثلا واكل مصاصه او حاجه زي كده، هو نفس الموضوع حرفيا هنا. اه والله بجد يمكن واضح من الصور اللي عرضتها عليك من شويه الموضوع دوت اكتر. في الاضاءه ضعيفه في نويز بطريقه غبيه لو ما استخدمتش الفلاش الامامي. تعالى بقى بص لظهر الموبايل، هتلاقي رصه الكاميرات العجيبه في المربع الحلو دوت كده على الجنب. بص يا سيدي الكاميرات الخلفيه الاساسيه اتكلمت عنها برايي كامل بصراحه ممتازه وقلت عليها في فيديو المميزات. انما هنا تعليق بقى على الكاميرا المايكرو، الكاميرا المايكرو اللي هي المفروض بتصور بيها حاجات عن قرب، حاجات قريبه من الكاميرا بتلزقها قوي في الكاميرا كده. بص مدى الكاميرا دي مش حلو قوي، يعني هي اخرها تقريبا 4 سم، ما ينفعش لو قربت اكتر من 4 سم هتلاقي الصوره كل شويه بتعمل اوت فوكس بطريقه غريبه. وكمان يعني عشان تطلع صوره حلوه بقى تفضل تعمل لك اوت فوكس كل شويه بلور يعني وكده كل شويه، هتحتاج تصور حوالي 15 20 صوره عشان تطلع صوره واحده عدله من 10 15 صوره 20 صوره، مش عارف ليه بصراحه. دي تحديث سوفت وير ممكن يظبطها، فاهم قصدي؟ ان هو كل شويه بتعمل اوت فوكس، دي تحديث سوفت وير يظبط الدنيا. او تلاقيه ممكن يكون نزل كمان بداخل الفيديو لان انا منزل فيديو متاخر شويه. في رصه الاربع كاميرات اللذيذه الجميله قوي دي هتلاقي عندك كاميرا اسمها كيو فيجا او اي اي من فينيكس بيسموها اي اي للذكاء الاصطناعي وكده، بتفهم في الضلمه والمفروض انها يعني المفروض انها بتطلع صوره كويسه في الضلمه. ما لاحظتش الكلام ده زي ما انت شفت في الصوره اللي فاتت مع الكلام ده، لا مش هنا فاهم انت، في الاضاءه ضعيفه ما بتعملش حاجه. الفلاش حرفيا او النايت مود في الموبايل ده هو اللي بينقل لك الموبايل نقله حراريه مش تبقى فاهم، بيفتح الاضاءه جامد وبيطلع لك صوره حلوه، انما الكاميرا دي ما بتعملش حاجه، هي حته دعائيه بس. للاسف ما فيش، وكنت اتمنى كاميرا تصوير بزاويه واسعه للاسف.
كاميرا تصوير زاويه واسعه هنا مش موجوده في الموبايل ده. كل المنافسين تقريبا بيجوا بكاميرا تصوير زاويه واسعه، عشان لو انت واقف في مكان وعاوز تصور حاجه بكاملها برج مثلا ومش في امكانك ترجع لورا تصور تطلع صوره حلوه. باستفاضه بقى الكاميرات الخلفيه وخصوصا ال 48 ميجا بكسل ممتازين، وقلت في فيديو مميزات زي ما قلت لك. بس في بقى مشكله هنا ال HDR اللي هي بمعنى الهاي دايناميك رينج. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك، الموبايل ده لما بتصور صوره عاديه في الشمس، مش الشمس المتوسطه، مش الشمس الحركه قوي كمان، بتلاحظ ان الموبايل بيعمل حاجه غريبه والسيتويشن غريب كده لاحظته، بيخلي الخلفيه حلوه والمباني اللي وراك والكلام ده في الصوره تفاصيلها حلوه، وبتحس ان هو بيضلم لون البشر شويه، واوقات بيغير لون البشر بيخليها مايله للاحمر، مش عارف ليه، دي تحديث ممكن يحلها. لو جيت بقى تصور بعزل بورتريه او كده تمام بكاميرا العزل بيصور تمام وبالقص حلو ومفيش اخطاء في العزل، بس في مشكله بيفتح وشك انت بقى وبيظبط الصوره ويديك سيناريو حلو تمام مفيش مشكله، بس الخلفيه بتطلع مفرقعه مش عارف ليه، بتطلع مفرقعه ابيض كده ضباب مش عارف ليه. باستثناء يعني المشكلة ال HDR ديت موجودة في كذا موبايل من انفينكس وضحته الفترة اللي فاتت، زي الهوت 8 والانفينكس نوت 7 وكذا موبايل برضه وضح في المشكلة دي، حتى الاس 5 برو كان نفس الحكاية. الوحيد اللي كان فلتة شوية الهوت 9 بلاي. ما علينا، تعالى ايه اللي بعد كده. انا عارف ان بدخل في تفاصيل كتير بس ما بحبش ابخل عليك بمعلومة والله يعني. بما ان انت وصلت الفيديو لحد هنا فانت واضح ان انت مهتم كده ومبسوط انت بتسمع الفيديو، يعني انزل اعمل لايك واشترك بالقناة شجعني والله، لان دعمكم بيفرق معايا جدا جدا. طب ما علينا، العيب اللي بعد كده اللي هو عيب رقم 14، مفيش ثبات الكتروني في الفيديو، ثبات الكتروني مش موجود، بمعنى اصح الفيديو هيطلع مهزوز جدا لو ما ثبتتش ايدك. حاول ثبت ايدك وتحط الموبايل على حاجه ترايبود بتاع عشان تطلع الصور فيديو تصوير فيديو حلو جدا. بالكلام على تصوير الفيديو كده، فهنا عندك الموبايل في الكاميرا الخلفيه او الكاميرا الاماميه مفيش تصوير بجوده 4K، اخرك 1080 في السيلفي وفي الكاميرات الخلفيه. ليه انفينكس انا مش عارف، حتى مفيش 1080 60 فريم، اخرك 30 فريم بس. ما فيش ترخيص في الموضوع هنا، مع ان ده اصلا سوفت وير مش فاهم يعني، مش افتكاسه مش هتتعبهم يعني. فكنا من الكاميرات مش هخش في استفاضه اكتر من كده. تعالى بقى للصوت اللي هو العيب رقم 16، الصوت في الموبايل هنا ما فيش تريبل خالص، صوت كده مش صاخب، صوت حادي شويه لما بتاع كمان بقى لما يعني الصوت هنا مزدوج، سمعت مكالمات مع سماعة الاساسيه تحت، لما بتعلي بقى صوت الموبايل وانت عامل خاصيه المزدوجه ديت الدايركت الدي تي اس من النوتيفيكيشن بار وكان فعلها، بتحصل حاجه غريبه لما بتعلي الصوت يعني كده 14 من 15 15 من 15، لازم تقلل عن اعلى درجه خالص للصوت ب 3 4 درجات كده عشان تشوف الصوت كويس. هتعلي على اعلى حاجه الصوت هتلاقي الصوت راح في حته تانية خالص، راح في داهيه حرفيا، مفيش بيز مفيش اي حاجه، عموما اللي يسمع الموبايل ضعيف جدا، او بتسمع حاجه فيها تراك دبدبه درامز كده هتلاقيها ضعيفه شويه. لما بتعلي الصوت على الاخر بقى الموبايل بيروح في داهيه خالص الصوت بتاعه. نيجي بقى للعوامل الاضافيه، مفيش هنا منفذ شحن تايب سي، كل الموبايلات اللي فيها سعرية او معظمهم بيجوا بمنفذ الشحن تايب سي الحديث، هنا المايكرو اس بي انفينكس مسرع عليه في الموبايل ده. العيب 18، الموبايل هنا مفيش شاحن سريع في العلبه، فاهم قصدي؟ حتى كمان الموبايل مش داعم للشحن السريع، يعني في شركات في الفئه السريعه ديت بتحط لك شاحن بطيء في العلبه، لكن لو جبت شاحن سريع بيشحن سريع، لا هنا لو جبت شاحن سريع برضه الموبايل هيشحن بطيء، مفيش دعم للشحن السريع ولا في شحن سريع في العلبه. العيب رقم 20، الجي بي اس بتاع الموبايل ده، لو انت شغال اوبر او كريم او كده او بتروح اماكن كتير بالخريطه جوجل مابس والكلام ده، هنا تحديد الموقع في الموبايل ده الجي بي اس ضعيف نسبيا، اقل من المنافسين، ولكن مش هتعاني يعني، بس هو اقل من المنافسين وكان لازم اقول لك. طيب تعالى بقى للواجهه، واجهه الموبايل هنا اللي هي السوفت وير بتاعه فيها اعلانات بشعه، اعلانات تقريبا في معظم الواجهه بتاع السوفت وير، يعني تيجي تعمل الابلكيشن مفتوح تطبيقات المفتوحه يعني يجي لك اعلان، تيجي تعمل تسريع برضك بيجي لك اعلان، تطبيق المشرف بتاع الهاتف بتاع انفينكس اللي هو بتشرف على التطبيقات وكده تحاكم فيها وبتمسح الملفات والكلام ده وتنظف الموبايل يعني زي كليم ماستر والكلام ده، تطبيق الملفات اللي هو الفون بتاع الموبايل دوت مليان اعلانات، يعني مش عارف ليه المفروض برامج موبايل. معظم التطبيقات اللي السكرول ديت التطبيقات كلها بتاع الموبايل لما بتيجي تفتحها بتلاقي فيه اعلان فوق كده العاب مقترحه ليك، بيجيب لك اعلانات مقترحه، ليه بقى مش فاهم. شخصيا ما لقيتش المشكله دي حل لحد دلوقتي، عمال الف اروح انزل اطلع هنا انا مفيش خلاص، مفيش غير تطبيق واحد لقيته هبقى اقول لكم عليه برضك في اول تعليق او على الفيسبوك. التطبيق ده بيسمح لك ان هو يقفل كل الاعلانات بتاعه التطبيقات اللي في السوفت وير حرفيا، اي تطبيق بيقول لك اعلان بيقفله، بس في حاجه التطبيق ده نفسه فيه اعلانات وخصوصا الاعلانات بتاعته مزعجه جدا زي شرقت كده في النوتيفيكيشن بار، في ستارت الاشعارات بيجيب لك اعلانات مقترحه، واعلانات ساعات بيكون فيها صور كده مش لطيفه. الموبايل دوت كمان ما بيدعمش نسختين من اي تطبيق زي موبايلات المنافسه، ما ينفعش تعمل نسختين من الفيس، نسختين من الواتساب، نسختين مثلا من كوال كروم الكلام ده،
لو عندك حسابين على الفيسبوك ما ينفعش تعمل اتنين فيس، مفيش الكلام ده. ايه رقم 23 مكان السماعه الاساسيه الرئيسيه تحت على الشمال، وده هيكتم لك الصوت شويه لما تيجي تلعب. طبعا لما بتمسك الموبايل بتمسكه بشكل طبيعي بتاع اي واحد فينا، اللي هو الجزء اللي فيه الزراير اللي تحت ديت بيكون على ايدك اليمين، هنا طبعا الصوت هيكتم لان السماعه هتكون تحت ايدك اليمين. عيب بعد كده الفلاش الامامي هنا مش بيشتغل لمبه اشعارات، بيشتغل بس لمبه اشعارات في الشحن، لكن بقى اي رسائل اي مسجات اي مكالمات ما بيشتغلش. يعني هو بس هو ينفع تشغله في المكالمات لما حد مثلا يتصل بيك يعمل ضوء الكلام ده، الفلاش الخلفي، لكن الفلاش الامامي ما فيهوش الميزه دي، وبينور عند الشحن بس، يفضل منور طول ما انت بتشحن الموبايل، وده بيبطئ الشحن. واول ما يخلص شحن الموبايل اللي هو شحنه بطيء وحده اصلا، ده الفلاش فصل الامامي، يعني ان هو الموبايل شحن بمعنى صح. بالنسبه بقى الفلاش والكلام دوت، لو بتعمل مكالمات كتير او بتصور فيديوهات كتير او الكلام ده، الموبايل ما فيهوش ميكروفون اضافي، بمعنى الصح الدوشه اللي حواليك كلها في المكالمات او في الفيديو هتطلع زي ما هي بنفس الكواليتي بتاعتها، ما فيش اي اوبتمايزيشن خالص فيه. بالنسبه للحمايه بتاع الموبايل دوت، الشاشه هنا ما عليهاش اي نوع من طبقات الحمايه، فتخلي بالك اول ما تشيل الموبايل ده تركب على سكرينه، لان ما فيش لا طبقه حمايه لما تجيل اول ولا تاني ولا تالت ولا خامس ولا الكلام ده زي المنافسين. في بس سكرينه بلاستيكيه خالص ورق كده محطوط على الموبايل، يعني تحمي شويه لو ايدك عرقانه او كده. انصحك تدور كويس قوي، لان هتدوخ شويه على ما تلاقي سكرين ازاز الموبايل ده، بس انصحك تجيب له سكرين ازاز نظيف عشان تحافظ على الشاشه الكبيره دي، لو كسرت هتتغير بمبلغ. عيب رقم 28، العزل بتاع السيلفي في الموبايل دوت، عزل الكاميرا السيلفي ضعيف جدا، فاهم اللي هو عزل يا دوب لا يذكر كده، مش قوي ومش احترافي كمان. ساعات لو انت لابس نظاره هيتلاقيه بياكل حته منها، مش عارف ليه. للاسف دي حاجه متعودين عليها من فينيكس، مفيش مستشعر اي ار اللي هو بيخليك كريموت كنترول للاجهزه المنزليه، مش موجود هنا في الموبايل ده. واخر عيب مفيش لمبه اشعارات، اللي هو المفروض بقى ينزلوا تحديث يخلوا الفلاش الامامي يشتغل لمبه اشعارات في كل التطبيقات السوشيال وكل الكلام. معلش عارف اني طولت جدا جدا وسويتها قوي في الفيديو ده، بس استحملني. زي ما انت شايف الصوره اللي قدامك دي، دول ال 30 عيب الخلاصه بقى المفاجاه اللي قلت لك عليها، 30 عيب كلهم اللي اتكلمت عليهم هتلاقيهم في الليسته اللي قدامك دي. ما علينا، فاضل حته بقى مهمه جدا، وهي حته الراي المصري والخلاصه بقى، تشتري الموبايل ده لا ولا لا، الموبايل ده مناسب لمين؟ بعد العيوب اللي قلتها دي حاسس انت اتقفلت، هقول لك النهايه. بص يا سيدي، الموبايل دوت تشتريه لو انت عاوز موبايل عملي فستقر في السوشيال ميديا، كاميرا خلفيه اساسيه 48 ميجا بكسل حلوه، لو هتصور بها مستندات الكلام دوت هتعجبك جدا، بصمه عمليه برضك، يعني هي المشاكل اللي فيها ديت هتتحل بسوفت وير، لكن بصمة عملية، بطارية كبيرة، شاشة محترمة تشوف عليها أي كتب أي حاجة تحت الشمس. يعني لو أنت طالب الموبايل ده هيكون مناسب ليك جدا، لو هتجيبه لحد كبير في السن برضك هيكون مناسب ليه جدا. تجيبش بقى الموبايل ده إمتى؟ لو أنت اهتمامك الأساسي ألعاب أو تصوير احترافي، خصوصا تصوير الفيديوهات، لو أنت الناس بتصرف ده كتير جدا جدا وبتهتم بالكواليتي وكده، الموبايل ده مش هيفيدك في تصوير الفيديو ولا في الألعاب ولا في الشحن السريع. واخيرا وليس اخيرا، عاوزك تطمن، يعني في معظم عيوب انا قلتلك دي ممكن تتحل بسوفت وير، ممكن فينيكس تريح دماغها وترد على الناس كده، انا عارف العيوب اللي عندي، خدوا التحديث دوت، تروح بعت تحديث، شكرا على كده المشاكل دي تتحل، ولكني قلتها، فانا برضك كان لازم انوه عليها وقلتلك كده عند كل ميزه وكل عيب في فيديو مميزات او فيلم. اخيرا بقى بشكرك جدا ان انت كملت الفيديو لحد هنا، يا ريت بعد اذنك والله معلش ادعمني، لان انا بتعب جدا والله على ما اجمع لكم العيوب دي واخد راي المستخدمين. انزل اعمل لايك، مش هياخد منك دقيقه الموضوع، انزل اعمل لايك واعمل اشتراك بالقناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك اي فيديوهات او اي مشاكل تظهر مع المستخدمين للموبايل ده، لان لو في مشاكل تاني ظهرت هتلاقي في جزء تاني من الفيديو دوت وقلت العيوب اللي ظهرت معاهم، لو في عيوب جديده ظهرت يعني. واخيرا اقول لك احنا وصلنا لاحسن فقره في الفيديو كله بقى، وهي فقره الصلاه على النبي، قول ورايا 3 مرات، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وبس كده، يعني حابب اقول لكم كالعاده استمتعت جدا جدا من كل قلبي بالكلام معاكم، وبس كان معاكم على رمضان، اشوفكم على خير، سلام عليكم، ولا اله الا الله.